رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 29 من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. باب المبتدأ والخبر بن كسو جري حري وحان كجري مرفوعات الأسماء. أسماء ذي لقذاي أسماء ذي لقذاي شيخ واتوم بير أصل كأجرومي كتضبي أحايا صدحنا شيخ أننا قدري هذا مبتديه بن كجري وحوهل كان كهالليا وأهل إرادة مبتدها نكرا من نقنكر هذو نكرا نقضانا وإن لها لوح مصوغات ليرا مصوغات وأبنين عيا لغا وعن ننسينا أبنين عيو كون المبتدى ومبتده ما أهانا نكرة نكرة إلا بمصوغ وح أعن ننسي إن لها لموين كلمة مصوغ أصلها وحال إلى هذا مركي قونت وحكو مران بيد باجرون شاعر الجاهلية يا ولال كيل للدلي مركي بيه بأيقد بيه بأيقد إلان وعرق جاهلك مركي ثأر بيكون ولاين حلق جاهلي ولال كيل للدلي مركي وحوي بيه نبا وإيقد بيه معنا مرك دمار وعروي مرك وحية فساغ لي شراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات فساغ لي وحائي وضمي أشراب عبدي فساغ لي شراب وكنت حانها قبلا هذا كهرنا أكاد إنا سيغه أغص إنا كمر قد بالماء الفرات بيها معامل فساغ لي شراب وكنت قبلا شردي غروي أكاد أغص بالماء الفرات فساغ لي وحائي وضمرون تيمري أشراب عبدي وكنت وحانها بي قبلا هذا كور أكاد إناسي أغص إناكو مرقد بالماء الفرات بيها معان مركا فساغ لي داوي فساغ لي أشراب عبدي دون تيمري وكنت قبلا هرين وحانها أكاد متسي أغص إناكو مرقد بالماء الفرات بيها معان ولا يكون المبتدا ومبتداهما هانا النكرة النكرة إلا بمسوغ وحبنا يا إن لها لموية وحبنسية على قوذا بمجوز وحبنا يا وإن لها والمسوغات المسوغات كأبن أهرت مبتدا النكرة من نقوك وقاعد كويت مبتدا ما حال الرواء إنه معرفة إنه مبتدا النكرة على لها وإن مسوغ لها وحبنا يي بركوا هذا حديث مبتدا النكرة من نقوك حديث الأركة مبتدا نكراء وان مصوغ له وحبنه ولا يكون المبتدا ومبتداهما هانكر نكرة نكرة ما هانكر الا بمصوغ الا لوح النسي او بنينا والمصوغات وحيالها وبنينا النسينا كثيرة وبذين وبذين علماء قار لبا كدغان مصوغات مصوغات كبعض العلماء ما حين والله تعميم يا تخصيص تعميم يا تخصيص التعميم والتخصيص وهذا هو تعميم يا تخصيص قول وكاس قول حي مسوغات وماغة لبؤم تعميم يا تخصيص وحعام يلد يا وحخاس يلد التعميم والتخصيص علماء غار وحيدا مسوغات وحل مسوغات وماغة غار وحيدا واحد وحل التخصيص ماشي محال الرواية لأن كلا محال ويقان كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخ نكرة ذي وحخفي في وعينه أنه تخصيص بعض العلماء وحيدهم مسوغات وحال حب وتخصيص لا بقول ما هنا شيخ أني علماء الله مدار وحيدهم وشن مسوغات وميق شن شرح واض أركتان ابن عقيل سوى علاه اللواتن يا أفر والمسوغات كثيرة أنهاها وحي قارسيان
أنهاها وحو قارسي عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل بن عقيل وشيخ ألفية شرح في شرح الألفية إلى 24 بريغورة صومالي ألفية شرح سلبا وما ينسوق يعني ابن عقيل يا خضري ابن عقيل يا خضري ضبط شرح دي سويه في شرح الألفية إلى 24 وابن عصور ابن عصور علماء وهو في كتابه المقرب ليلة إلى نيف وثلاثين صدر زيادة نيف وزيادة كرن نيف نيف وزيادة زيادة صدر يطور ويصمع لها صدر يطور نيف وزيادة ابن عنقان وحويل وعلم هذا وهو ابن عنق في الدرير البهية وحوش رحي كتاب كلينا هذا عمريدي إلى 24 سمارك هل قاعدة قومك قالوا حين صدر يطور سمه قال لواتني أفر قال شن قال لبينهم تعميم يا تخصيص قال تخصيص كلي أسمى وحال نفير نكرة محيفة إيدين جل عمومنا والنكرة رجل المركي له رجل نن ننكسو كسورة أسمى عرضوا حي رجل ويقان الذكر لب بالغة نمرقى ننكا قاشان كقاضة أكتوض وحكا عربتي جاهلي مركة وحيليهم فير نكرة راس واح تخصيص لكن إنما ذي كفوا ذي تخصيص وفائدة وإلا إمام مركة ابن مالك سيد وحيد النحو صدح كتاب أميمس صدح كتاب قلي واختي قاك نحو ظهر تصوام عالد وآخر ستواليح سيد هذا صدح نظمية صدح نثرية صدح نظمية صدح نثرية صدح نثرية وأجرومي يا كواكب يا قدري قدر الندى صدح ونثري كوي ما نثري صدح وكويو وعمريد يا ملحية ألفي مقر صدح صدح بالي نحو ذا صومالي هو اللي حدا يس سيدا ذا اللي حدا صدح بقى مهم سيدا مهم دوا صدح اللي حدا وأجرومي كواكب ألفي نحوي وصدح ذا وقت قلين يس صدح ذا شراح ذا يفهمك قاعدة كر كتابك كواكب كر كواكب كوا شرح المخت قاعدة مهمة والنحو أن كل اللي ويرتع شرح حسب شرح وين الأركيسة هي رئيسنا قاعدة النحو ومهمة أن كل اللي ويرتع شرح كواكب قواعد النحو ذا هالكنا يكبرها مركة ألفية تمن مالك كل سيد في جوف الفراء وكل النحوية في الألفية لا مركة سوى حلب وقصه كوي وحير مركع المصوغات كما غليصه نكره يا مبتدا نقري اني وحفا ايدي سال ربا الافاده ما قال ماشي ورا التعميم يا تخصيص ولا ما دي سوى حي واحد مهمه للشيء نكره سو عموم ما هي الافاده على ربا اني وحفا ايدي مركع وحي ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفيدك عند زيد النمر ولا يجوز ما بنانو الابتداء بالنكره ان لو بلوا الفي ما لم تفيد دين وحفا ايدين ممد فائدة على الرب ما لم تفيد ومصوغ ما قرت مصوغ مرك الشيء وحي وان فائده لا هلا نكره نكره ما حال راه لا هلا فائده ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفيد كعند زيد النميره ها وكا مرك اقواشي كجرت وكا ولا يكون المبتدا ومبتدوهما هانا نكرات الا بمسوق وحب النسيين لهلا موين والمسوقات وحيالها ونسينا كثيره وبدين وان فائده لهلا منها وحاكمه شب انه شيغا شانتا قبه ان يتقدم انه كورمر على النكره النكره النفي ديد هل لمبر وي نفي لمبر ما كو قري ديد ما وهل او استفهام الاستفهام ولمبر كلا لبا وي لبا منها وحاكمه مسوغات منها من المسوغات بعد المسوغات وحاكم أن يتقدم إنه كورمر على النكرة النكرة نكرة ذي مبتداها وكورمر نفي 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 كورمر مسوغ واللمبر أو أما استفهام بكورمر نكرة ذي مبتداها استفهام بكورمر استفهام واحد سؤال كانوا سؤال نحو نفي وكمر ما رجل قائم متاغا معها ها
halkan laqbada naxwe ilaydu arin bay shaahan u feersaad waliga waxay dhahay naxwadiisu ma fadhido ninku haduu dhayn ma rajulun ma aha qaaimun mid taagan ha laqbada ma fadhideen u feers ma rajulun ma aha nafiga haduu galiyay dhahan rajul ninka naxwadiisu ma fadhido waxa la aanfinaa ninka ma qiyaamka la aanfinaa sima garas u feers masalan marka waxa hadii ma rajulun قائم متاغن ما أها وحل نفينا وقيام الرجل الرجل كما ما رجل نين ما أها ما أها ورما فات مارك وحيدا هدو كل ما رجل نين ما أها قائم متاغن ما فرد إذا إله نحو ديس هدو خبر هران نحو ديس ما فرد إذا إله لين رافع قد أربع على هدو صار نحو ديس ما فرد لين رافع قد وحا أصغنا ضي أين ما شرده وللنصب كردق وحا أصغنا ضي وللخفض هوس لك وحا اسغنا هذو خبر رارين خبر معناه وركي سو خبر محل اسكوغا خبر واد دجين ماركا لين رافع قد ها هذو نهايد اسكدا ده حق لقمد ما جري ده ما رجل نن قائم متاغن معها ها فير هذا مارك رجل ما انت مبتدا ميه هذا قائم نه ما هو وخبر عادي ما أنت قائم ولا خبر كسامة رجل سو نكر ما محاوب بنية على غدي محاوب بنية نفي وأكبر من ما رجل نن قائم متاجا مع ها ما نافيا رجل المبتدا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قائم وخبر المبتدا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره رجل ما أنت سو مبتدا ما نكرنا صوما محاوب بنية تقدم النفي نفي ما كورما وهل رجل نن جالس مثفدي ما يهي وهل رجل نن جالس مثفدي ما يهي رجل ما توا مبتدا جالس نخبر رجل وانا كيرا محاوي بني استفهام ما كورما هل هاشو هل ها ما شاء الله مركب ابيات بكور ورينا ونظمي موقت الفيه مركب نفي كان لا يحويه فما خل لنا استفهام كنا وهل فتى فيكم نين دال يرا ميدين لجوغا فما خل لنا انك رفيق بمليهن صاحب ما هي ادك بعض العلماء مركه واحد شيء جرين شراح وقار يا علماء امام النووي اشاره هي امام النووي ها ورجل من الكرام عندنا وهل فتى فيكم فما خل لنا مركه واحد وحكو إشارة الرجل من الكرام إنك وناك سنة إياك اللجو إنو يها إمام النووي سكو زمن بي أحاي وإن كلا ودن دوانا أيين ودن أحان لكن علماء ديه روحا كبادنا وحلا الرحلة إلى طلب العلم علم قال له سفري إمام النووي ودمشق وصوري ودن كارض وشاق إبن مالي نو أندلسي ودن كمسلمين تقعان 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 إسبيل يبطيقيس كي هضا هيسا ودن كاسو يسوى أندلسي ويدايا مرك ودنا ها ويكر أهل لكن وحلي الشيخ أوي مدو مرك الشيخ هو إشارة يده هو ورجل من الكرام عندنا نو ونكسب أن لجوي وإن في استفهام الوضع واحد ناس ما منها مسوقات كي وحاكم إذا أن يتقدم إنه كورمر على النكرة النكرة النفي جديد ما استفهام استفهام لا والله مربيك لي نادى نحو ما رجل من قائم متاج معها رجل ونكر ومبتدا ما لا سوء النسيس وهل رجل من جالس مدفرد ما يهي رجل ومبتدا وحاول نسي هل استفهام كاكور مر تقدم الاستفهام حرف استفهام كاكور وقوله تعالى أإله إله ميا مع الله إله إلا جيرك هذا إلا سبحانه الله وكن نزاه وحاس أإله ومبتدا وهذا هو نكر ما حاول نسي همزة واستفهام تقدم الاستفهام ها تقدم الاستفهام وإذا أإله إله مع الله إله إلا جركي ما هذا إلا ومنها وحاكم من المسوقات لا بعض هاي سنتي موقت تقدم النفي يتقدم الاستفهام سوما لا مرصد ومنها وحاكم من مسوقات شنبو إنو شيء من النفي سوما أن تكون إنا أعطى أن تكون نكرة إنا أعطى موصوفة من صفين نعتي وكذا به يضوى موصوف كما هكذا من الصف صفة محيو كيري تخصيص إن علماء القار محيو لها
مسوق وحكوسه كومي ها تخصيص مركتي وعكر هل كان كفا من أهد أغفير ومنها مسوقات وحاكا من أن تكون النكرة ذيونيات موصوفات من الله صفين أيو يدوى موصوف صفة كده ما يسنعت نحو ولا عبد أدون أدون كاسو مؤمن مؤمن أيا خير خير بلد من مشرك مكا خير من زمان ولا عبد ها صوم أهل مبتدئ لام كاورت لام الابتداء بلا ما الجون ينوعي ما دونا وحرف توكيد وحرف دوفة لام الابتداء ولا ولا عبد الواو بحسب ما قبله ولا عبد لام كوحدي اللام لام الابتداء ها وحوم ما هو صدقه ونك سوى أنا ونكر دقيه سي كحرف قدر وحوم كل كله سوى عنه كوحوص اللي زيد ما الله يسمى قرش اللي علي اللي خالد كوا كر دقيه إذ قالوا لا يوسف سمعت لا لا يوسف ولا عبد يعني سمع قرر ها إن هذا لهو القصص لهو لا من ابتداء لا سو الآفر ما لو قالوا ناصر وضع ويا مارك ولا عبدنا اللام لا من ابتداء بعده لام كحاجة دك معانا صهر عبد المبتدا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر مؤمن صفة عبد وصفة المرفوع مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر خير خبر المبتدا مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر مارك والو ويدي وحلو ولا عبد عبد ومبتدا ونكره محاول نسي نكره وموصوفة صفة كذا من نعت سما ولا عبد محاسوق اللي فيه سي تخصيص كعوهر عبد وحاسوق المؤمن وغير المؤمن سما قرنس عبد الضام مهدي ليه محاسوق له مؤمن وكاف انت موقت ها مركاسي ولا عبد مؤمن تلمان بالس مركا تخصيص كواك صفاتنا وحيفة إلى التخصيص أدون أردن لمرة بأي أدون كمؤمن فتحرير رقبة ها مؤمنات فتحرير رقبة قارها حرين تهدي لوداي وها أي رقبة سوق الموقت مؤمنات المركب محيفة إذين تخصيص استثناء معنوي أنا وإيه قانا هذا رقبة فيه مؤمنة سوى كمان ضبس استثنوها أدوات بوليها سماحي هذا وح أدوات ميان هنا وحبار الله صور ربيه الدقوق فتحرير رقبة قار حرين تقار تعصوه مؤمن صفدا استثنوا مركي استثناءات كل جو أصول فقه بس لا كجرت ولا عبد أدون أدون كاسو مؤمن مؤمن أيا خير خير بان ما غير هالك أقوى هنا صدع سما ومنها وحاكم ذا كي أفراد أن تكون هنا أحاط نكرة مضافة من الإضافة هنا تخصيص بيفيدني إن المهمة دو صوت تخصيص لما دي نكرة وحي يرعيه وح نكرة ها يرعيه إن عبدنا أدون نكرة وهي لكن مؤمن مركي اللي يرها كي كافر كان بحبك ومنها وحاكم ذاته ومنها وحاكم مصوغات أن تكون النكرة حتى النكرة المبتدا النقرة مضافة من الإضافة أما النكرة كلا الله إضافة أما معرف نحو خمس صلوات صلاة أوشنة خمس مبتدا وحالوني محاول نسي خمس مضافة صلوات مضافة له خمس شن هديلا عشان تهتمي أجرنا والمشان أضوم بالله جه الله والمحال لجه الله عشان قريمية ما يا خمس صلوات بالله خمس صلوات صلاة أوشر يكتبهن الله إلهي فرض يا رهاد دخلك خمس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره محاول النسي ومضاف والإضافية دي خمس مضاف صلوات مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره كتبهن ماشي وماشي لو جاب هذا إسكافير كتب فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعرابات هذا والهاء مفعول به مبني على الضم في محل نصب والنون علامة الإناث ولقى والنور نور توكيد اسكن إنشاد كايون كخلد فعل الماضي لا يؤكد سماهم بالنور توكيد سماهم فعل ماضي لا يؤكد بنون التوكيد ما شاء هاكو جا جامع والنور علامة الإناث بالله إله الله فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر والجملة من الفعل كتب والفاعل الله في محل رفع خبر المبتدئ
وخبر والرابدون والضمير هذا يسكجر جمنا هذا خبر نقطة رابد بالغا الرابد رابد كون وهذا الضمير كاسو مركب مسوغي أفراد ومضاف ومنها مسوغات وحاكم إذا أن تكون هنا يات نكرة مضافة من الإضافي نحو خمس صلوات صلاة وشر يكتبهن الله إله فردير ومنها تيشر أضوي ومنها مسوغات وحاكم إذا أن يكون الخبر خبرك إنو أهاضه ظرفا ظرف أو جارا ومجرورا جاريا مجرور مقدمين لجهر مري على النكرة نكرة ذي نقص يورين لجهر مري نحو عندك أكتر وحادي رجل ومبتدئ أو مصوغ بالو عندك أكور مري أو خبر أو ظرف وفي دار قرية نحلي سوى هذا امرأة هوين سيدة ذا حلقة حلقة عندنا قبص حلقة عندنا شرحين وكين الدوناي ظرف كفير ظرف إيجاري مجروه محل سكنها شبه الجملة ظرف إيجاري مجروه محل سكنها شبه الجملة نحو هذا مركي لجو وحيدها الظرف والجار والمجرور علماء النحو يتوسعون ما لا يتوسعون في غيرهما جاري مجرور كاي ظرف كا وحي او اوغلا وحينا وحكى او اوغلا ظرف جاري مجرور هذا ما ايش سوغلا نحو ذو حكولين اسكدا ولا اوغلي وحكى لا يم لما اوغل بركه وحينا يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما وحن وحكى الله اوغلا با لبد لو اوغلا الظرف والجار والمجرور يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما بل قاعده قدوي وينو كان دون بركه قاعده مهمه وحو يرى هلكا اسكا فير هذا وحو يرى ومنها مسوغات وحاكم ان يكون الخبر خبر كوين واهاض ظرفا ظرف واهاض او جارا ومجرورا جاريا مجرور ظرف يا جاري مجرور كاسو مقدمين لغا هرمري على النكره نحو عندك أكتاد وحاذي رجل ومتداد محاو عنسي عند وظرفا كهرمر وخبر وفي دار قرية نحيس امرأة هوين بعد عند ظرف مكان لهدفين عند ظرف مكان منصوب على الذرفي وعلامة النسب فضحة ظاهرة في آخر عند مضاف الكاف مضاف إليه مبني على فتح في محل جر والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم رجل مبتدا وآخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر وفي دار الواو حرف الواو حرف عطف في دار في حرف جر أدار اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم امرأة مبتدا وآخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر مركا عندك رجل رجل مبتدا ونكرا محاوع ننسي وحاكور مران أهنا ظرف وخبرنا في دار امرأة امرأة ومبتدا مؤخر محاول ننسيه ونكرنا جاري مجرور باكور مران في دار ونحو قوله تعالى ولدينا أكثر نظر وحاذي مزيد وظرف كي باكور مران وعلى أبصاري من أهو ذكر كوضا وحاء غشاوة دبل جاري مجرور كي باكور مران ولدينا الواو حرف عاد لدينا لدى انت هذه لدى لدى ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة النسب فضحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء لأجل الإضافة لدى مضاف نا مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر وظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن وخبر مقدم مزيد وحد مبتدا وآخر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره مزيد ومبتدا ونكرة محاول النسي وحاكور مري ظرف ولدينا وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة ونكر ومبتدا محاول النسي جاري مجرور باكور مري وعلى أبصارهم الواو حرف عاد على حرف جر أبصار اسم مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره أبصارهم مضاف له مضاف إليه مبني على كسر في محل الجر والميم علامة جمع الذكور غشاوة مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم غشاوة مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ليس سدح بيد هاي بار من مساه يوقوق المياه الفيه ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد عند زيد النمرة وألفة فيكم فما خلوا لنا
ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمير. ورجل من الكرام عندنا واصفتي هو في الفير أبيات هذا سيسكو كعند زيد النمير وأمرك أكهر مره ظرف عند زيد نميرة وتنو مثال ولدينا مزيد عندك رجل سأنا وحيك عند زيد نميرة وظرف كي أهرم ورجل من الكرام واصفة دي ورجل ننكاسو من الكرام ذلك وانا اسم باع عندنا أنت قولنا موصوب سمعت وهل فاتا فيكم استفهام وهل فاتا فيكم استفهام فما خلوا لنا نفي ما غاهن كعند زيد النكرة ورجل من الكرام عندنا وهل فاتا فيكم فما خلوا لنا ورغبة في الخير خير وعمل ونها جاري مجرور كان أقول كان سو مركا كواكا وكوير دا ابن عقيل كوحان من إنو جارسين اللباتين يكو وما شهد اللباتين أفر وكير وقد يكون المبتدا ومبتدوه هنا هذا لغي يابا مسدنا المسدن مؤولا لأولا من أن إيا والفعل نالعلي وحلا نعوى تنوى ترقب كير سبق مروحا وفير مروح بالا نالعلي aaladi wax lagu dhalaalin lahaa baa la hayaa mafa hadii lagu dhaha dab soo shid subaxna soo dhalaali dabkiina waka wixii waa la isla hayaa musoma marna waxa jira wax la sabqan bila saar soo dhalaali baa wixii lagu dhalaalin lahaa lama hay haa subaxna fadhiya lagu soo dhalaali si aad iyo shab waxaan ku dhalaalin si ma kaasa dibba marka shan xaraf يا وحلوط على عليها شر أن يعجبني أن تضرب ضربك على لي يعجبني أن تضرب ضربك أن يدو شدن أن معنى هنا أن ما أن أشدن لو ما هذا مصدرية الأول هذا إيش كذي ما دمت حيا مدة دوامي سوما قرنس كي ها ما قاهنا أنكو بيت بينه كل من جري مرة ما سوى مثال أنكو أن أشدن ما قاهنا كي ما لو نقدر لو شان تاسا وحاليا موصول أن ما كي لو شان تاس ماشي سوق على وحاله وح وحلو قد أرعان له شان تاس ولا هني بالو ده أرعان مرمر كاسبكم بلا سابق بلا أرعان وعد كده أرعان له هني ما سبكم بلا سابق بلا كاسادب كواسيرين وقد يكون المبتدا ومبتدوهن وهذا لا يا مصدر المصدر مؤولا لأولي من أن يوال فعل أن يا فعل با ماشي يال أن ما حي كم إذا حيث واحا ها واحا لغو دلالي أن يا فعل كان دلالي مصدر كا كان مصدر كان مبتدا كان يقول ما فهم ماشي واحا يال أن يا فعل ماشي واحا يال أن يا فعل كان دلالي شيل مالك الله شيل محاكا صباحي مصدر كان محون نقاني مبتدا الكاو وحلقان وقد يكون المبتدا ومبتدوهن وهذا لغا يا مصدر المصدر مؤولا لغا سن الالي مؤولا لغا سوقاتي من ان يا والفعل النحو وان تصوموا ان صمت يا خير لكم من خير اي صومكم سمر ان تصوموا عن حرف مصدر والنصب تصوموا فعل مضارع منصوب بان وعلامه النصب حذف النون لانه من افعال الخمس واو الجماعه فاعل مبني على السكون في محل رفع سيده لو دلال يا برمر وهذه أن وما دخلت عليه أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر وتقديره صومكم مبتدأ أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر وتقديره صومكم صوم مبتدأ مرفوع على مترفع في ضمة ظاهرة في آخر صوم مضاف الكاف مضاف إليه مبني على ضم في محل جر صوم مبتدا مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره في اخره صوم مضاف الكاف مضاف اليه مبني على الضم في محل جر والميم علامه جمع الذكور خير خبر مبتدا مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره في اخره لكم جاري مجرور
والخبر وكب الله بايا انت ورا انت ورا مخير درا واحد يرمسه سؤال مخير جميل الله سبحانه وتعالى اعلم احكم بالله التوفيق خبر كلكم واذقها واصوص على